حذر أطباء الجهاز التنفسي من الخطر الذي يسببه فيروس كوفيد-19 على وظائف الجهاز التنفسي عند بعض المصابين به، والذي تختلف التأثيرات من شخص لآخر وفقا لعدة عوامل، من بينها التقدم بالعمر والإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية. الإصابة كذلك بفشل في الجهاز التنفسي وأيضا التهاب رئوي يعدان من بين المضاعفات الناجمة عن الجائحة، فيما تعد الإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة التي قد تؤدي إلى الوفاة هي الأكثر خطورة. يرقدون على الأسرة بلا حراك، عيونهم شاخصة، يتنفسون بصعوبة بالغة. فهذا المصاب تم إدخاله إلى العناية المركزة يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ولم يكن يعاني قبل إصابته بالفيروس من مشاكل صحية. فهذا المشهد أقوى رسالة بصرية عن مدى شراسة وخطورة الوباء، وما زال البعض يستهتر ويستهين بهذا الفيروس القاتل. فيروس كورونا المستجد يسبب التهاب في الرئة وذات الرئة، ممكن يتطور إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة. طبعا ممكن يسبب مثل الجروح في الرئة ويكون بعدها ندبات. الندبات هذه قد تمنع إلى تبادل الأكسجين، ويعني تعمل نفس التليفات الرئوية. التليفات الرئوية هذه ممكن تظل إلى فترات طويلة أكثر من سنة. في أيضا من المضاعفات التجلطات الرئوية، نقص في الأكسجين الحاد، التهاب بالرئتين شديد جدا، ممكن وظائف الحياة تكون نازلة مثل الضغط الدم وأمور أخرى نتابعها. فيروس كوفيد والإنفلونزا الموسمية فكلاهما يسبب مرضا تنفسيا، ولكن ثمة فروق بين الفيروسين وطريقة انتشارهما، ويترتب على ذلك انعكاسات هامة بالنسبة للتدابير الوقائية. الإنفلونزا الموسمية هي الأعراض عادة يكون عندهم الأعراض متشابهة، لكن المضاعفات أقل مقارنة في كوفيد-19. التفرقة بينها راح يكون شوي صعب في البداية، لكن يعني نقدر عن طريق المسحة نسوي الفرق بين الإنفلونزا والكورونا. كاميرا الأخبار استطلعت آراء بعض المواطنين والمقيمين لقياس مدى وعيهم بخطورة هذه الجائحة. يستهدف الأمراض المزمنة، اللي عندهم أمراض مزمنة، والفئة الكبار بالعمر. ما بعرف عن هالشي، بس يعني المرض هاي طلعت فجأة. خطر؟ أكيد خطر. بالنسبة حق فيروس كورونا لا، ما أقدر أقارنه بالإنفلونزا العادية، لأنه يعني يأثر على الجهاز التنفسي، يأثر على نفسية الإنسان. إيحاتي إنه ممكن يعادي أحد قريب من أهله أو شيء. فيروس خطر، وهذا لازم الواحد يطبق التباعد، كمام. لا يزال العلماء يبحثون عن مزيد من المعطيات المتعلقة بسلوك الفيروس والتعرف على بنيته وتركيبته الجينية. خطورة الفيروس لا تقتصر فقط على وظائف الجهاز التنفسي، بل يمتد ليصل تأثيره على الجهاز العصبي ناهيك عن تداعياته النفسية. إذن نتكاتف، نتعاون، نلتزم للعبور بهذه المرحلة إلى بر الأمان. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.